وين اتصال؟ الأخ جمعة من، عفوا أبو جمعة من الأنبار. السلام عليكم. عليكم السلام والرحمة، أهلا وسهلا أبو جمعة. شلونك شو بنتي؟ الحمد لله، الله يحفظك، تفضل. أنا عمري 70 سنة، الله يعطيك الصحة والعمر. ويعلم الله المعاملات إذا بديتها الرعاية الاجتماعية تعادل عمري كله. كلش هواية قدمت، صار لك إيش قد من قدمت؟ من بدأت الرعاية الاجتماعية، من أول يوم صارت رعاية اجتماعية بهالمعاملات وما فايدة. طيب شنو المشكلة؟ ليش ما يتم الموافقة؟ المشكلة ما تطلع معاه، ما تطلع، أروح أدق حاسب يقول لي مالك. يعني اكو فد مشكلة معينة بدك تواجهها او بدك تقول لك؟ راتب ما عندي. نعم. بيت ما عندي. سيارة ماكو باسمي. ماكو غير رحمة الله. مو هي يعني اكيد اكو فد عائق معين هو واقف امام انه ليش ما يخلوا لك راتب؟ صح؟ خلص. قدمت انا وولدي. كان دز عليهم مرج مالية من عندنا من منطقة. نعم. قالت لهم تدفعون كل واحد 1.5 مليون خلال 4 أشهر تطلع مالاتكم. أنطوها كل واحد 1.5 مليون طلعت مالاتهم، أنا ما دفعت، ما عندي، ما طلعت. يعني موجودين، يعني موجودين، هم معروفين وهي معروفة. يعني أكو رشوة مقابل؟ جاي أقول لك ولدي. أنا ما جاي أقول لك بعيد. ما أكذب، ما أكذب، ما متوازن أكذب. لا لا اكيد اكيد حقك هذا بدك تقوله. هذا باي منطقه؟ اذا يا اختي اذا 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 سنت من راسها خايشه فكيف ذي الحياه؟ حقك والله. هذه باي منطقه اللي انت بيها على الاقل حتى يوصل الموضوع للمسؤول؟ قدمت معاملات من الفلوجه. من الفلوجه، ساكن بالفلوجه. ما عندي بيت، ما اقدر عليه ايجار بعد، تحولت للعامريه، قعدت لي بغرفتين حتى الان بيضات ولا كل شيء بيه، حتى كهرباء ما بيجي. الله يكون بعونك ابو جمعه. ان شاء الله اليوم يوصل. انا اناشد وزير الداخليه، بس اناشده. يعني عمر قالوا نمشي العوائل الكبار والعمرهم كبار. انا عمري 70 سنه، ما يصير عمري 120 سنه لو ما نموت ومشونها. الله يعطيك الصحه والعمر ابو جمعه، وان شاء الله يوصل صوتك اليوم، وان شاء الله يسمعوك المسؤولين. اليوم نتمنى ايضا لكل الجهات المسؤوله اللي تابعنا واللي تابع قضايا الفساد، فهذه قضيه فساد مطروحه امامكم. احد المواطنين ده يذكر انه اكو رشوه ده تصير بالاسماء اللي ده تتقدم للرعايه الاجتماعيه، وهو ده يعترف، ده يقول او ده يقولون الاولادي ومقابل الملايين حتى يحطون اسماءهم بالرعايه الاجتماعيه، وهذه في الفلوجه.